انا خويا جيت انا جيت لهنا كنت خدامه انا في الديور جيت من الخدمه صون عليا راجل بنتي نقول لك 8 نقول لك ديال الليل قلت لي شنو هشام قال لي عتقي راه ساره جيت انا من الخدمه راه لقيت ساره ضاربينها قلت له شكون اللي ضربها قال لي ضربتها سميره وضربها سعيد البغلالي وضربتها فاطمه جارتهم قلت ليه علاش قال لي قال لي الله علم انا جيت لقيت البنت ومن بعد دخلوا عليها الفيديو عندي هو من بعد هزوا لها واحد جنيويه وسط الدار ما معها حتى شي واحد مع الله ومن بعد كيقولوا لي المخزن جيبي الشهود شكون اللي غيشهد ليا هي كل هذيك القبيله ديال الحداده كلها فاميلتهم كلها فاميلتهم ما كاينش اللي بغى يشهد ليا شكون غيشهد ليا يشهد ليا الله سبحانه وتعالى هو اللي غيشهد ليا وياخذ لي حق ديال بنتي ما كاينش اللي بغى يشهد ليا كلهم الحداده كيجيوهم من بعد الزيت بنتي ديتها للسبيطار الغابه ما عرفتش قال لي ضاع منها الدم ضاع منها الدم 3 لتر قال لي اللي مشى في البنت ديال الدم مشي دار الشهاده الطبيه فيها 35 يوم ومن بعد ملي مشيت لعند الجدرميه قال لي تهزي البنت وتجيبيها لهنا ديت بنتي وتا لعندهم ومن بنتي طاحت لعندهم سقفت الجدرميه غاوتو لابيلانس وزدت بنتي من تم وشافوا الحاله وكنقول لهم اللهم هذا منكر راه بنتي فواحد الحاله ولا يعقل باش تشوفوا هاد البنت فهكا ومن بعد اخويا ما خداوش ليا حقي حسبي الله ونعم الوكيل هو اللي كيحس بيا انا بغيت حقي بنتي ناخذو ومن بعد ما كيهزوش حتى تليفون بحال ضربوا دبانه مشات عليهم 3 شهور وانا في هاد الحاله وانا من بعد كيعاونوني الناس دخلت الفيسبوك دخلت للجمعيه كنعاون نقول لهم عاونوني ببنتي الناس داروا ليا ما خلاو الناس ما خسروا عليا ومن بعد ما عطاوني لا حق لا باطل دابا كنطلب حقي ناخذ البنتي حقي ناخذو خلات ليا تخلي ليا 4 الوليدات وبنيا يلا يا 5 شهور كي غندير ليهم وكنطلب من جلالة الملك الله يشد فيا ياخذ لي حقي بنتي كنطلب من جلالة الملك يشوف فيا ويشوف حياتي ما فعليش كنخدم معاه في الديور الراجل ما فعلوش كيبيع القزبر كنطلب من جلالة الملك ما عنديش باش نكون بنتي وخوتي اللي كتسمعوني وكنبقى فيكم في قلبكم حاولوا الا لقيتو جوج دويات عاتوني فيهم الله يجازيكم بخير راه بنتي شابه وصغيره وغتمشي ليا 28 عام الله يكثر خيركم شوف خويا ما كان فيها حاجه حتى ضربت غير وقع لها هذا المشكل راه عيات ما تجري عيات ما تداوي عيات ما تطلب عيات مع الجواد واقف معاها ما عندها والو راه 5 الاولاد هادو ما قدر الله ونعم الوكيل